صباح الخير يا أول، كيف حالكم يا حلوين؟ خلينا نشوف يا أول، ما هو اليوم؟ ما هو اليوم يا أول؟ اليوم هو الاثنين. ما هو اليوم؟ اليوم هو الاثنين. ما هو الغد؟ ما هو الغد؟ شو يعني الغد؟ يعني بكرة. الغد هو الثلاثاء. طيب ما هو الأمس؟ الأمس يعني البارحة، يعني مبارح. الأحد. إذن اليوم هو الاثنين. طيب ما هو التاريخ يا أول؟ 3/5/2021. 3/5/2021. طيب شو درسنا لليوم؟ لليوم حرف الغين. إغ، حرف الغين. إغ 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 إغ. طيب حرف الغين يا أول بيجي بهذا الشكل في أول الكلمة. كيف بدي أميز إنه بأول كلمة ولا بالوسط ولا في الآخر؟ لما يكون ماد إيد واحدة يعني في أول الكلمة، حرف الإغ في أول الكلمة. طب لما يكون ماد إيدتين يعني هون بده حرف وهون بده حرف، يعني في وسط الكلمة. طيب لما يكون هيك إغ كبيرة، إغ كبيرة يعني في نهاية الكلمة. طبعا في نهاية الكلمة إله شكلين، حرف الإغ لا هيك بيكون متصل في الكلمة أو بيكون غير متصل في الكلمة. بعدين رح نشوف كيف. يا أول نعيد، حرف الإغ بيجي في بداية الكلمة أو في أول الكلمة، بيكون ماد إيد واحدة، هيها إيد واحدة. بيجي في وسط الكلمة بيكون ماد إيدتين، واحد اثنين. وبيجي في نهاية الجملة لا متصل في الكلمة أو غير متصل في الكلمة، يعني هيك متصل ماد إيد وهيك غير متصل. طيب حرف الإغ غو 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 غراب. شو في أشياء تانية أول بحرف الإغ غير الإغ؟ غراب، غو غو غراب. طبعا ما تخربطوا بين حرف الإغ يا أول، حرف الإغ على راسه نقطة، وبين حرف العين، لأنه هما نفس الشكل، هذا الإغ والإغ عليه نقطة. ماشي أول؟ الإغ عليه نقطة، حرف الإغ ما عليه نقطة، ميزوا بينهم يا أول. طيب أشوفي كلمات بحرف الإغ يا أول. غ غ غ غ غ غ غ غ غادة. ص غير. ص غي 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 غير. صمغ. غن غن. طيب يا أول هاي شايفينها كيف في نهاية الكلمة متصلة في الكلمة، هيو هاد ماد إيد واحدة في نهاية الكلمة، حرف الإغ متصل في الكلمة. طيب يا أول في عنا هون هاي الكلمة حرف الإغ في نهاية الكلمة بس مش متصل، شايفين يا أول؟ ميزو. طيب يا أول لاحظت لما أعطينا حصة مبارحة إنه لما حكيت وحلل الكلمات إلى مقاطع في طلاب خربطوا فيها، صح يا أول؟ خلينا نراجع الإشي اللي أنا وياكم من أول الفصل كنا نحكي عنه. يا أول حكينا لما بدنا نحلل لازم نكتب هذا الصندوق، صح يا أول؟ آ و إي آ مقصورة، آ و إي آ مقصورة. هدول شو بسميهم يا أول؟ حروف المد الطويلة. إغو آ غا، إغو أو غو، إغو إي غي، إغو آ غا. هاي آ مقصورة كمان. عنا فتحة، عنا ضمة، عنا كسرة، عنا سكون. يلا إغو فتحة غ غ غ غ، ما بمط كتير. إغو ضمة و و و، إغو كسرة غي، إغو سكون إغ. طيب يا أول لما تيجي كلمة ماشي، أو لما يجي حرف متصل في هاي الحروف، يعني مثلا حرف الإغ مع الآ، حرف الإغ مع الأو، أو أي حرف تاني غير الإغ، حرف الإغ مع الإي،
حرف الإغ مع الآن مقصورة، هدول بخليهم مع بعض يا أول، بخليهم بصندوق واحد. طيب إذا إجت الفتحة والضمة والكسرة وبعدها سكون، وبعدها طلعت على الحرف اللي بعديه عليه سكون، بخلي الحرفين مع بعضهم البعض. طب شو الحالة اللي أنا بخليها؟ طبعا هي حالة واحدة، اللي بخلي الحرف لحاله، اللي بخلي الحرف لحاله لما تيجي الفتحة والضمة والكسرة لحالها، يعني ما في بعدها سكون، ماشي يا أول؟ فعشان هيك شو بنعمل إحنا؟ بنحط جوا الصندوق هيك صندوق صغير، نحط فتحة ضمة كسرة إكس. شو يعني إكس؟ يعني هدول ما بربطهم مع الحرف اللي حاله، يعني بخليهم لحالهم، بس شوفي حرف فتحة ضمة كسرة وبعديه ما في سكون لحاله، بخليه لحاله، إحنا ما منحبه، ماشي يا أول؟ يلا نشوف أنا وإنتو نمشي على القواعد. يلا يا أول، عندي كلمة مغلقن، مو مو مو، وإغ مغ، وإل مغل، وفتحة مغلا، وإق مغلق، وتنوين ضم مغلقن. نقرأها زي ما أمير بيحكي، بقرأها مقاطع، مغ مغ لا 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 قن. يلا نقطعها أنا وإنتو يا أول. عنا هون شو عنا هون يا أول؟ ضمة، صح يا أول؟ عنا هون ضمة، طب اللي بعديها فيها سكون، فيها سكون، يعني شو يعني يا أول؟ يعني بخلي الحرفين مع بعض هدول، بخلي الحرفين مع بعض. يلا ام و اغ مع بعض، يلا ومنحط الحركات مع بعض. طيب نيجي على الحرف اللي بعديه، اللا 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 اللا، بعديه حرف مد يا أول، آ أو إي أو آ مقصورة، لا. طيب اللا بعديها سكون بعد الفتحة والضمة بعد الفتحة، بعديها سكون لا. طب شو يعني؟ يعني فتحة ضمة كسرة لحال، يعني بخلي الحرف لا لحال، والإق القن ما في إشي بعدها، فعشان هيك بخليه لحال قن، ماشي يا أول؟ بدي إياكم تحلوا هاد وتحلوا هاد كمان، ماشي يا أول؟ ماشي حبايبي. طبعا إملاء كالعادة يا أول، طبعا الإملاء راح يكون على الزوم، أنا بكتبكم إملاء، أنا بعرف إنكم أنتوا ما بتحبوا الإملاء وتتدربوا عليه، بس أنا بكتبكم إملاء لأنه الإملاء في كتابة وفي تهجئة وفي حركات وفي كل إشي يعني، وبتحسن خطكم كمان عشانكم هذا الإشي، لأنكم أنتوا بعاد عن المدرسة، بس لو كنتوا في المدرسة ما بعطيكم كل يوم إملاء، ماشي أول؟ إملاء في هدول السطرين على الزوم ساعة 3، ممنوع الغياب، ماشي أول؟